يعني النيل ملهما للشعراء والكتاب والمبدعين والأدباء اللي هم ذاتهم أفردوا للنيل فصول من في كتبهم ومؤلفاتهم. ومنطقة منحى النيل ما شاء الله تبارك الرحمن يعني يمكن تعتبر منطقة سياحية أو هي أكيد منطقة سياحية عالمية ومليئة بالمبدعين خاصة الشعراء والكتاب. وبقولوا إنه الإنسان ابن بيئته دائما بتأثر فيه بطبيعته بسلوكياته وبطقوسه وعاداته وتقاليده. نتكلم عن جانب كتابة الشعر والأدباء والروايات بالنسبة لمنطقة منحنى النيل. والله منطقة منحنى النيل في طبعا عدة شعراء منطقتنا نحن بالذات. طبعا نحن نكاد نكون طبعا الإعلام ظالمنا كثير أو ربما نحن ظلمنا أنفسنا لأنه الإعلام ضعيف في منطقتنا خالص. لكن والله في فنانين, يعني في فنان اسمه الدلحوري في منطقة الباوقة عنده صوت شيء ما طبيعي. حتى أخونا عبد الرحمن قبل شوية كان حاول يطلع منه فما لقى حاجة موجودة مناسبة, لكن أصوات يعني وتوفى طبعا قبل فترة رحمة الله عليه واندثرت هذه الأشياء, ولكن يعني إرث فني ضخم وشيء عالي جدا. عندنا طبعا أحمد عمر وبطاوي بتاع ربع السودان ده معروف, فنان كبير جدا وشاعر. أيوة. هاي بتاع أمدور يا ربع السودان أغنية جميلة صراحة, هاي أغنية جميلة وصوت حنين وبيغني برضو. معظم فنانين مرتبطين بالبيئة نفسها, مثلا ود الحوري كان يعني دائما بيغني للباوقة اللي هو النخيل يا بلد الغزل يا خلايا كيف السفر. هي طبعا دائما حاجتين طبعا. أيوة السفر الباوقة من الزي سفاح برضو من ضمن صحيح السفر والبيئة. تجد برضو تاني في فنان اسمه النور جلال عنده برضو قصيدة بيقول مفارقة وراجع على دياره والباقير سريح شارة وسوق يا جعلي بالراحة والوريك فيه تفاحة تبقى الرايقة مرتاحة والنار في قلبي فواحة. وده والباقير ده لوري, واللوري مسمينه على منطقة اسمها الباقير.